الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما والحقنا بعبادك الصالحين. بالأمس جاءني سؤال من أحد الإخوة الفضلاء من جهات الجزيرة العربية يقول فيه: ما توجيه فضيلتكم في شبهة عدم التزام مذهب من المذاهب الأربعة والتزام أقوال الصحابة رضي الله عنهم زاعما أنهم أولى بالاتباع من الأئمة الأربعة؟ أجبته جوابا موجزا والآن أفصل الجواب. أسألكم سؤالا يا أيها الناس، يا كل من إلى كل من يسمعني، لماذا لا ترجع إلى كلام الأصمعي وأبي عمرو بن العلاء والخليل بن أحمد في النحو؟ أنا أسألك، لماذا ترجع أنت الآن إلى مدرسة البصريين التي على رأسها سيبويه؟ طيب يعني أليس سيبويه أخذ من أولئك الكبار؟ بل حتى تجاوز هؤلاء، يعني لا أقول لك الخليل أبو الأسود الدولي، أبو الأسود أصل من التابعين، لماذا لا تأخذ من الصحابة مباشرة النحو؟ أليس هم الأصل؟ أليس كبار الصحابة من قريش؟ أليسوا يتحدثون بلسان عربي مبين؟ أليس عبد الله بن مسعود هذلي من أفصح العرب؟ وعلي والأربعة رضي الله عنهم من قريش؟ أليس العشرة من قريش؟ لماذا لا ترجع إليهم في اللغة؟ وترجع إلى آج الروم، وترجع إلى وآج الروم يرجع إلى من قبله، وبعد ذلك إلى ابن هشام، ثم إلى ابن مالك، ثم إلى المدرسة البصرية، لماذا؟ إذن هذه مدارس يا أخي. الصحابة أولى بالاتباع، هذا كلام خطابي. نعم الصحابة أولى بالاتباع صحيح، ولكن أي صحابة؟ أين مذاهب الصحابة هذه؟ من حررها وجمعها؟ أخبرني. حررها وجمعها رواة المذاهب الأربعة واعتمدوا عليها. طيب هذه قضية. القضية الثانية، أنت تفترض أن هؤلاء الأربعة بينهم وبين الصحابة تباين، وهذا غير صحيح، لأن كل دارس لعلم الفقه وللمدارس الفقهية ولتاريخ الفقه الإسلامي يعلم أن مدارس الصحابة قد أخذها هؤلاء الأربعة. أبو حنيفة رحمه الله، وهو إمام أهل الرأي، وهو مدرسة بحد ذاته، أبو حنيفة رحمه الله اعتمد على ابن مسعود اعتمادا كاملا، وهذا صاحب سيدنا رسول الله 23 سنة. أبو حنيفة أيضا اعتمد على فقه عمر بن الخطاب وفقه علي بن أبي طالب اعتمادا أوليا على هؤلاء الثلاثة الذين ذكرتهم، اعتماد أولي بالدرجة الأولى، هؤلاء يقدمون على غيرهم، وهؤلاء الثلاثة معروف عنهم أنهم جميعا من أهل الرأي، جميعا من الصحابة الميالين إلى الاستنباط وإلى التوسع في المناطات والعلل ونحو ذلك. إمام أهل الحديث مالك، يليه الشافعي، يليه أحمد بن حنبل. هذه مدرسة ثانية إزائية، هذه بإزاء هذه. المدرسة الحديثية كل الناس يعلمون أن مالك أخذ عن نافع، ونافع عن ابن عمر، وسلسلة الذهب مالك عن نافع عن ابن عمر. فرأس المدرسة هذه هو عبد الله ابن عمر وأبي بن كعب إلى حد ما، وعبد الله بن عباس إلى حد ما، والمسألة مسألة أغلبية ليست كلية. عائشة رضي الله عنها اعتمد عليها الجميع، الكل كان يأخذ بجميع الأدلة، ولكن القضية أغلبية. فافتراض أن المذاهب الأربعة هذه بينها وبين الصحابة تباين، هذا من الجهل بتاريخ الفقه الإسلامي. لا، هؤلاء هم الذين حرروا مذاهب الصحابة ومذاهب التابعين، وحذفوا ما كان فيه تشدد زائد، وحذفوا ما فيه شذوذ. ما هو لما جاء أبو جعفر المنصور وطلب من مالك أن يؤلف له كتابا، وهو أول ما ألف، قال ألف لي كتابا اجمع فيه السنن، تجنب فيه تشدد ابن عمر، كان متشددا رضي الله عنه، عنده احتياط شديد في الدين، تجنب فيه تشدد ابن عمر،
ورخص ابن مسعود وشذوذ ابن عباس. يعني كان هذه مذاهب الصحابة. ابن عباس رضي الله عنه لكثرة علمه وسعة اطلاعه أحيانا يختار أقوال ويظهر له أشياء لا تظهر لغيره، فكان يشذ عن الصحابة فقال ابتعد عن هذا الشذوذ. عبد الله بن مسعود كان يترخص، ولذلك تجد الإمام الأعظم أبا حنيفة رضي الله عنه أكثر مذهب في رخص خاصة في الطهارة ونحوها. من أين أتى بها أبو حنيفة؟ من ابن مسعود. ولكن في العامية يقولون اليدري يدري والما يدري يقول كف عدس. ما هي قضية كف عدس يا بابا؟ القضية هذه المذاهب حررت ونقحت وقدم وأخر فيها وعلمت حجة كل واحد. طيب لماذا ألتزم بالصحابي والصحابي هذا أصلا هذا الرأي خاص به؟ كم من مسألة خالفت فيها عائشة جمهور الصحابة؟ ألم تخالف السيدة عائشة جمهور الصحابة في مسألة إرضاع الكبير؟ ألم يخالف ابن عباس الصحابة في مسألة المتعة فيما روي عنه وقيل إنه تراجع؟ ألم يخالف ابن عباس الصحابة في مسألة الربا وحينما جعل الربا في النسيئة فقط؟ يعني على قول ابن عباس الربا نسيئة فقط. طيب الصحابة هؤلاء مصادر، لماذا؟ لأنهم يروون ورواياتهم أصلا موقوفة، وحتى أصلا أعمالهم إذا وصلنا إلى حيز العمل فالصحابي مجتهد مثل غيره. لاحظ ماذا نفعل في الصحابي. أول ننظر هل له حكم المرفوع؟ في عندي قوانين. واحد، هل له حكم المرفوع؟ هذه مقدرات، إذن هذه إيش؟ لا يمكن أن تقال بالرأي. حينما يقول ابن مسعود أقل الحيض 3 وأكثر 10، هذا لا يقال بالرأي. لو اجتهد وكذا وكذا وحل وركب لقلنا هذا اجتهاد. هل يروي سبب النزول؟ وسبب النزول هذه أشياء لها حكم مرفوع. هل يتكلم كونه يتكلم على يروي لسان عرب كما يقول ابن عباس فطر معناها كذا وكذا؟ كل هذه أشياء لها احترام زائد. هل الصحابي هذا الذي روى ما له حكم المرفوع هل ممن عرف عنه الأخذ من الـ من الـ من الـ من غير المسلمين؟ يعني جلس مع أهل الكتاب وجلسات أخذ ورد وسمر وقرأ لهم بعض الأشياء وقرأوا منه وكذا، لذلك ابتعد. كانوا يغلقون هذا الباب ما يسمعون. وين كان صحابيا؟ صحابي أخذ عن أهل الكتاب ترد روايته التي تتعلق بالسمعيات. لماذا؟ يقول لك مثلا عن الآخرة والجنة وعن أخبار الأنبياء، إذن وهو إيش عرف عنه الأخذ من أهل الكتاب، إذن يبتعدون عنه. فإذن المذاهب الأربعة هي التي لخصت فقه الصحابة وقعدته وبينت قويه من ضعيفه وتركت شاذه. فالذي يدعوك لاتباع الصحابة الحقيقة هو يقول لك المهم أن تخرج من المذاهب، هذا هو المهم، بعد ذلك يفعل ما تشاء. لا يا أخي، هم لا يعرفون حقيقة حركة الفقه الإسلامي، وهذا الموضوع تحدثنا عنه مرات كثيرة. وآخر دعوان الحمد لله رب العالمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ذاك العظيم في علا